إسبانيا لم تقم بالخطوات العملاقة نحو حضارة حقوق الإنسان بالتكلم عن الماضي أو بتحليل الماضي أو بتعويض الماضي، لكن بالدفع إلى المستقبل بضمان أن نفس الخروقات سوف لا تقع مستقبلا. أما أن تتكلم في الماضي وأن تعود الماضي وأنت تقوم بخروقات جديدة، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة بالنسبة للشعب المغربي؟ ليس هناك أي فائدة بالنسبة للشعب المغربي. حضارة حقوق الإنسان ليس شعار، ليس مهزلة، حضارة حقوق الإنسان هو التصرف اليومي الآني دابا. إما ما كتوقعش، ومن ما كتوقعش خروقة حقوق الإنسان، أي مجرم إذا ثبتت إدانته ينبغي معاقبته بصفة ردعية كما يقوم في جميع الدول الديمقراطية عبر العالم، لكن عليك أن تحترم قواعد الحضارة المبنية على الكرامة، كرامة الإنسان، على احترام الإنسان، على عدم على على, على, على مبدأ البراءة هو الأصل، وإلا لم نستطع الخروج من الأزمة الخانقة التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان في المغرب. الموقف ديال الحزب الليبرالي تاع الانتخابات ودخل الانتخابات في البرلمان، هاد الاختطافات اللي وقعات ونحن شنو غادي يدير وعلاش فهاد الملف الشائك؟ معروف أن الحزب المغربي الليبرالي تقدم بمبادرة الأستاذ محمد زيان والتي ترمي إلى فتح حوار مع السلفية الجهادية، ولا يمكن أن نتغلب على إشكالية محاربة الإرهاب وعلى الإرهاب في المغرب إلا عن طريق الحوار، حوار جد، حوار علمي ومذهبي وديني وحوار سياسي مع المعنيين. لابد أن نتفاهم وأن نستفسر نفسنا وأن نستطيع فهم ماذا يجري عند الآخر حتى تدفع له نفسه إلى الانتحار. هذه عملية لا يمكن توقيفها بالقمح. لو كان القمح يستطيع توقيف عمليات بشري مثل الانتحار في من أجل فرض موقف سياسي لكانت إسرائيل لنجحت، لم تستطيع أي دولة في العالم. واليابان استطاعت جعل الحد، وفي ثقافتهم الالتجاء إلى الانتحار، بمعنى هذا أنهما عقيدتهم تدفع بهم، تفرض عليهم الانتحار في حالة الفشل. أما نحن ننتمي إلى حضارة عربية إسلامية تمنع من اليابان. فاليابان تجاوزت هذا الوضع بالحوار وجعلت حد للانتحاريين والإرهاب بالحوار. لابد أن نتحاور، لابد أن نفهم ما يفارقنا حتى نجد ما هو القاسم المشترك الذي عليه سنبني المستقبل المشترك بيننا وبين السلفيين وغير السلفيين. لابد من مراجعة أنفسنا، ولا بد من تجاوز الوضع الحالي، ولا بد أن يطمئن الجميع بأن هناك رغبة سياسية وطنية في أن يسترجع الجميع مكانته في المجتمع المغربي إذا تجاوز عن استعمال العنف. فعلينا أن نؤكد لهم عن طريق الحوار استعدادنا بالإفراج عنهم، بالعفو عنهم، في مراجعة المواقف، في مراجعة المواقف وفي إدماجهم في المجتمع المغربي. ودون هذا الحل في الحزب المغربي لا نؤمن بالقمع. الإبرياء قابعون في السجون حاليا. على كل حال لابد من خطوات من الطرفين، طرف الأمني أو الحكومة أو ما يسمى بالمخزن سيقوم بخطوات نحو قبول الحوار والإدماج
ومساعدة هذه الفئة هذه. من جهة أخرى المعتقلين عليهم أن يقوموا بخطوات وهو أن يتجاوزوا الملفات وأن يقبلوا بفكرة الإدماج في المجتمع بدون أن نكرر أي موقف من شأنه أن يؤخر الحوار. لما تقول أريد براءتي والأحكام النهائية يصعب الدخول في الحوار. أظن بأن الحوار ينبغي أن يفتح. ولما أقول الحوار هي أهم شيء، لأن لا 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 لما تبدأ الحوار مع شخص ما لا تعرف أين ينتهي. حوار ما بين ياسر عرفات وإسحاق رابين انتهى بسلطة فلسطينية. أظن أن الحوار ما بين حماس وفتح يمكن أن يؤدي إلى شيء إيجابي. أما عدم وجود حوار، عدم انعدام، عدم قبول فكرة الحوار تجعل حد تساعد التطرف. نحن نؤمن إيمانا مطلقا بالحوار. كنظن قانون الإرهاب واش ممكن نعطيو يمكن يتغير أو نظركم؟ قانون الإرهاب اللي تفرض صعيب يعني كقانون وكحزب حاليا في الظرفية الحالية صعيب 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 حاليا، وليس ما من المنتظم الدولي عاوتاني غادي يجيب لك الجثث نتاع الكوريين المقتولين باسم الاسلام، والاسلام بارئ من هذه العمليه مطلقا. اني اظن ان ما يجري على الساحه الارهابيه لا علاقه لها تماما، ليس لها هدف سياسي مطلق، وهدف سياسي الله وحده يعلم من يحرك الخيوط من البعد، لأن هناك أمور لا نستطيع تفسيرها في الوقت الحالي نظرا لما لدينا من معلومات. لكن أظن أن الهدف ليس هدف ديني مطلقا، ليس هدف ديني وهدف سياسي أو هدف إرهابي بمفهوم إزعاج المواطنين للدفع بهم بالدول إلى بعض المواقف السياسية، إلى بعض الاستثمارات الأمنية، إلى بعض الاستثمارات التكنولوجية، إلى بعض المراقبة لتحركات المال وتحركات الأشخاص. ولا نرى أي فائدة في كل ما يجري، بل هذا بالعكس تقليص من حرية المواطنين، تقليص من إمكانية المواطنين في الازدهار وفي النمو. وهناك فئة محددة معينة وهي التي المقصودة في هذا العمل ديال المراقبة الإرهاب وليس العالم برمته. ما يخص هذا الدليل ديال العمل المواطن اللي درته جمعية دابا 2007 دابا، كنظن بان ما متواجدش الاسم ديالكم يعني الحزب الليبرالي المغربي متواجد، نقدر نعرفوا الاسباب وشنو في نظركم هذه الجمعية ماذا تمثل لكم؟ انا لا ارى ما هو دور جمعية دابا 2007 في الانتخابات المقبلة. انا اسمع احيانا تصريحات لرئيس هذه الجمعية وكأنه هو الوزير الأول ولا كأنه هو مفوض من طرف رئيس الدولة في 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 تصريحات خطيرة دائما لصالح الأغلبية الحكومية. والدليل الذي بين يديك هي حجة أن جمعية دابا 2007 هي جمعية حكومية، لأن أحزاب الحكومية التي تشكل الأغلبية في البرلمان والتي تساند الحكومة هي التي تتوفر على صفحتين من هذا الدليل. هذا التمييز لا تساند الحكومة وعلى الصفحة، لأن لابد أن يكون هناك من الاستثناء الذي يبرر القاعدة. فالعدالة والتنمية اليوم تلعب دور الفيترين كما يقال، الواجهة التي بوجودها يبرر كل شيء. العدالة والتنمية المعارضة، العدالة والتنمية والشارع، العدالة والتنمية هو الرفض،
العدالة والتنمية، ولكن يبقى أنها هي الواجهة التي بها يمكن أن تقوم الأحزاب الحكومة بتبرير كل ما تقوم به. وأظن أن العدالة والتنمية هنا دورها هو تبرير أن هذا الدليل هو دليل حكومي، بحجة أن جميع الأحزاب الحكومية تتوفر على صفحتين في الدليل، في حين أن الأحزاب الصغيرة تتمتع على ربع صفحة. إذا كان المقياس هو النتائج الانتخابية 2002 فلا أرى فائدة في هذا الدليل، لأن لو كان الدليل عن 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 حسنية لأعطى نفس المساحة لجميع الأحزاب السياسية. ثم ثانيا نفس الجمعية تقوم اليوم بتأكيد للمواطن المغربي بأن الأحزاب الوطنية التي لها برنامج قادر على إخراج المغرب من الأزمة هي الأحزاب الحكومية. هذا تصريح رئيس جمعية دابا 2007 قائلا بأن الأحزاب التي من شأنها أن تخرج المغرب من الأزمة هي الأحزاب الأغلبية التي لها برنامج، إضافة لحزب العدالة والتنمية. أما فيما يخص التمويل أنا لا أعرف أي شيء عن تمويل جمعية دابا 2007، فإن هذا تمويل أجنبي وعلى الدولة حينئذ أن تقوم بواجبها إذا كل من سولت نفسه أن يتسلم مبالغ أجنبية بقص سياسي، إما أنه تمويل الحكومة. إذا كان تمويل الحكومة فهذه وش معار على جبينها. شنو كتقولوا في النسيج الجمعوي اللي تكلف مراقبة الانتخابات؟ ما عندهم. هناك مجموعة ديال المنظمات تلقاو دعم دولي من الاتحاد الأوروبي جنيون ديال الدولار، المركز المغربي من أجل الانتخابات الديمقراطية. واش كتشوف بأن هذه الخطوة ديال مراقبة الانتخابات بين قوسين اللي كيعتبرها المخزن أو النظام ملاحظة؟ هم ملاحظين، هم سيدي الأوبسرفاتور، هم ملاحظين، هم في الواقع عندهم ملاحظين. بون الآن أوروبا استعملت النسيج المجتمعي الجمعوي المغربي، هذه ليست أول مرة. دائما الاتحاد الأوروبي تستعمل النسيج الجمعوي في تحقيق أهدافها وتقوم بتمويل هذا النسيج الجمعوي. الآن إذا فعلا هذا النسيج الجمعوي حصل على 2 مليون دولار، 2 مليون درهم، فهذا مال لا يمكن أن يصرف في إطار سياسي لأنه ممنوع منعا مطلقا. لكن أنا لا أرى أي مانع في وجود ملاحظين مغاربة أو أجانب في الانتخابات. ملاحظين. يبقى الأمر أنه نحن العرب والمسلمين والعالم الثالث لا نقوم بنفس العمل للقيام بملاحظات فيما يجري من انتخابات في أوروبا وفي الغرب. علينا أن نقوم بالمثل وأن نرى كيف الأقلية اليهودية أو الصهيونية عفوا تؤثر في الانتخابات، كيف أحيانا العنصرية والتطرف إزاء المسلم والعربي يؤثر في الانتخابات وفي النتيجة. فهذه كذلك ملاحظات ينبغي أن يكون لنا نسيج جمعوي في أوروبا للقيام بهذه الملاحظات كذلك. فوطي وعليان دير خير فيكم وفيها.